هلا حنعمل فكرة جديدة، رح نستعمل لونين أكريليك أبيض وأسود، عم نحطهم حط بعضهم تحت نعمل كونتراست يكون حلو بيناتهم. عم نستعمل كباية واحدة وبدل ما نحط بقلبها عصير الورد عم نحط ورق الورد، فبيطلع الثيم حلو. بأول سيت أب رح نعملها رح نجرب نعمل بس لايت واحد يلي هو عبارة عن سبوت لايت، سو حنصور بسبوت لايت واحد وناخد صور جانبية للكباية. الحلو بسبوت لايت انه حيكون الضوء مجمع بالنص وبيخف على الطرف، فبيصير الاطراف من بعدين almost سودا. فاذا سبوت لايت وحنجرب. هيدا السيت اب عم يجسد فكرة الستيل لايف فوتوغرافي اكتر واكتر. اهم شي بعالم ستيل لايف هو الكومبوزيشن، يعني كيف نركب المشهد تبعنا. ليش عم اقول هيك؟ لانه بكل بساطة بهيدا السيت اب نحن عنا بس ضوء واحد فقط، لايت واحد. عم نعمل صورة كتير فنية ولكن باستعمال لايت واحد بس. فاذا قوة الستيل لايف هي منها بالاضاءة. طبعا الإضاءة هي دور أساسي جدا، ولكن مش بس الإضاءة، الأهم هو الكومبوزيشن، كيف منركب السيت أب، شو هي الفكرة تبعتنا، كيف منجمع الأشياء مع بعضها حتى يطلع معنا صورة قوية. رح نشوف اللايت سيت أب ودغري نرجع نحكي على الكومبوزيشن. فإذا اللايت سيت أب هو كتير بسيط، ضوء واحد اللي هو سبوت لايت جاي من فوق الكبايات. سبوت لايت يعني هو هارد لايت، ومعناتها انه هو ما بيفلش كتير، بينزل بشكل دائري بحجم دويرة صغيرة. النتيجة تبعيته هو هيدي الصورة. القوة بهيدي الصورة هي الكومبوزيشن. الكومبوزيشن القوية هي جاية من عدة عوامل. العامل الاول هو الخلط بين الاكريليك الابيض والاكريليك الاسود. هالتمازج بيناتهم عطانا قوة بالكومبوزيشن. العامل الثاني هو الورد الاحمر. اللون الأحمر بالعادة بيطلع كتير حلو مع اللون الأسود، وبما أنه الجزء الأكبر من الصورة هو السواد فعم يعمل كونتراست كتير حلو. العامل الثالث هو الزاوية اللي عم نصور منها. صح هي الكباية محطوطة نص عمالة الأبيض ونص عمالة الأسود، ولكن الزاوية تبعت التصوير عم تخلينا نشوف الانعكاس على الجهة السوداء تبعت الأكريليك. هيدي نقطة كتير مهمة، لأنه الأكريليك الأبيض ما كتير بيعكس بقوة، فلو تصورت هيدي الصورة من زاوية تانية من ميلة الأكريليك الأبيض كنا حنخسر شيء أساسي كتير اللي هو الانعكاس من تحت. والعامل الرابع هو استعمال سبوت لايت يلي بيعطينا دراما كتير قوية بالتصوير. السبوت لايت عنده شغلتين كتير مهمين بطريقة التصوير الحالية. الشغلة الأولى أنه عم يعمل دويرة صغيرة من الضوء، منلاحظ أنه الأكريليك الأبيض ما كله مبين، جزء صغير منه مبين، وهذا بيعطي شعور كتير حلو. والعامل الثاني انه هو عم يركز بس على الاطراف، فمنشوف انه الكباية من فوق مبين انه هي عندها شكل دائري، ولكن من عند الشكل الدائري لعند الورود منحس كأنه ما في شيء، في عنا فراغ، مع انه ما في شيء بس نحن عنا الشعور انه الكباية موجودة. فهيدا شيء كتير حلو وكتير قوي يلي عم يرسم شكل الكباية بعقلنا، ولكن فعليا بنظرنا نحن منا عم نشوف الكباية، عم نشوف بدايتها وبعدين عم نشوف ورود. كل هالعوامل مع بعضها بتعطي صورة كتير قوية وكتير حلوة. وهون مرة تانية عم تتجسد فكرة الستيل لايف فوتوغرافي يلي هي نركب مشاهد قوية ونصورها بإضاءة حلوة. إذا منصور هيدي الصورة من زوايا تانية كل مرة بيطلع عنا شعور جديد مثل الصور اللي قدامنا.